82 او 83 ها اجى البعثه اليابانيه دوروا بهالجبل كله عده مغارات يعني راحوا عليه، بالاخير اخترعوا هاي بدي يشتغلوا فيها. اشتغلوا فيها شيء 3 شهور اكثر بلكي، يطلع عظام وعظام الحيوانات الاسود والغزلان بشكل ملون كان يطلعوا كلهم يجيبون لهون البعثه يناموا هون بالتن تل الاسر يعني داره بنايه نيجي عم بيناموا فيها. نروح نطلع هيك ويجيبوا لنا الجماعه يركبون هالعظام على بعضهم، بتعرف راس الغزلان راس الدبا عزاد مشكل. المهم اخر مرحله بده يرحلوا هاكر، كان عم بيعفروا بالعودان مع عودان اكثر شيء يعني بالهدوء. طلع معه هيكل العظمي البشري، الهيكل العظمي البشري صغير كان يعني بالعمر، بس هو خشن عظماته. إيه بده يشيلوا هالعظمات بده ينفرتوا، زعوه على الاذاعات. واحد دكتور من فرنسا اعطى استعداده قال انا بجي بشيلهم مشان ما يتشركوا العظام. دلوا ناموا هنيك كم يوم ممكن شي 20 يوم واجلوا رحلتهم، لاجى الدكتور الفرنسي راح بخ بشي دواء هيك شالن كلن العظام، جابوا حطوها على هيك مثل تابوت اخذوها على الشام من طبعا لحلب، من لحلب للشام اخذوه لليابان. رئيس البعثه راه معه كمان، نزلوه هنيك بال شو اسمه اي شو بيسموها مقبره ما مقبره ما بعرف. بعد شي 6 شهور رجعوا لنا اياها هني. المهم سووا كتاب اسمه الكهف الداري كذا والى اخره، قدروه قال حسب المقبره يعني قبل 1000 سنة 100,000 سنة كان في بشريه هون، والولد لما توفى ولد عمره من 3 سنين لخمس سنين حددوه هيك يعني، بس كان يقولوا اذا يظل يعيش بيصير عملاق. جابوا بعدين قام بده يسموا كذا، طبعا بس الدولة النظام كان معهم كمان منهم، قام بده يغيروا الاسم الكهف مسار له أهمية وكذا، عالم صار عم بيجي عليها بده يسموا. الناس قال بدنا نسمي حيدرية، ايش هو دداري ما بنعرف دداري هذا ما له معنى، حيدرية ما حيدرية. رئيس البعثة الياباني ما رضي، قام نروح نسأل من القرى اللي حوالينا حوالي كيف دداري، راحوا على الكمار براد ما بعرف وين سالوا الدداري من ازل يعني مسمينا دداري. المعنى الدداري الكهف تدخل من هون تطلع من تغلف على فوق الجبل، المعنى بالكردي دداري يعني له بابين، هذا هو ما اكثر ولا اقل. زلمه قال معناتها هذا اصح، عفوا دداري.